السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حفرجيكم أكثر من طريقة لخبز الشوفان. الوصفة كتير سهلة وكتير بسيطة، أهم شيء تلتزموا بكل شيء عشان تاخذوا نتيجة كتير روعة. شوفان 200 جرام، 2 كوب، ملح نصف معلقة صغيرة، ماء 100 جرام نصف كوب ماء من الصنبور، زبدة زائبة 50 جرام، 5 معالق طعام أو أي نوع دهون ترغبوا فيه، 2 بيضة عدد كبير، 2 بيضة كبيرة أو 3 حجم صغير، كربونات الصودا معلقة صغيرة وخل معلقة كبيرة، نحركهم جيد. سأوضع جميع المكونات معا على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة. كل المكونات حوضعهم على الشاشة مثل هيك لازم تكون. ممكن استخدم أي قالب أنتم بتحبوه. أنا استخدمت القالب الصغير، دهنته قليل من الماء، وضعت ورق الزبدة، ولكن ورق الزبدة هو غير ضروري. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 170 درجة مئوية. ممكن وضع شوفان أو الكتان، بذور الكتان أو الزعتر، أي نوع توابل هذا اختياري. نوضعه بالرف الأوسط لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة بنطفي النار وبنفتح باب الفرن وبنترك الخبز داخل الفرن لمدة 15 دقيقة. بعدين بنخرج من الفرن، نخرج الصينية من الفرن، نترك الخبز يبرد لمدة 6 ساعات أقل شيء. اخرج الخبز من الصينية وبنتركه الخبز يبرد لمدة 6 ساعات. هذه هي المكونات. الوصفة اللي بعديها، 1 كوب من حبوب الشوفان أو دقيق الشوفان. أنا جبت حبوب وطحنتها عندي في البيت أضمن. قليل من الملح. أنا عملت عيارين، أنتوا اعملوا عيار واحد مبدئيا. بنحركهم مع بعض. نوضع ماء بدرجة حرارة الجسم كوب إلا ربع، عيارين يعني كوب ونص. لكل عيار معلقة صغيرة خميرة، لكل عيار عيارين يعني معلقتين خميرة. نحركهم جيد ونوضعهم على الدقيق ونحركهم مع بعض. ممكن استخدام أي طبق أو كوب، المهم يتحمل حرارة الفرن أو الميكرويف. أي كوب معك. بنسكب النصف الكوب عشان حيرتفع معنا. بنتركه يرتاح 30 دقيقة، يعني حتى يضاعف حجمه حسب حرارة المنزل. هذه هي المكونات. هيك بعد ما تضاعف حجمه شوفوا كيف، أفرجيكم كيف الفقاعات اللي فيه. مثل هيك بدنا إياه يكون كله فقاعات. بياخد وقت في الميكرويف لمدة 6 دقائق الكوب الواحد، وبالفرن تقريبا بياخد من 8 إلى 10 دقائق بالفرن حسب انتو شو بدكم تعملوا. اعملوا افرجيكو كيف، شوفوا كيف هذا تبع الفرن، كتير هو روعة. ممكن تعملوه بالعود او بالسكين، تعملوه كتير بسيط وكتير سهل. هذه الطريقة أنا بنصحكم فيها تعملوها، طريقة أسهل ومكونات بسيطة. يعني هذه الطريقة أنا بنصح فيها أكثر لأنه أسهل وبسيطة جدا. أنا بقطعه هو سخن، ولكن أنتوا لازم تنتظروا عليه إنه يبرد. للكيتو دايت مش حنساكو، تبعون الكيتو دايت حنزلكو كتير وصفات روعة للكيتو دايت. شوفوا كيف من الداخل. أنتوا لا تعملوا هيك، أنتوا خلوه يبرد أفضل لكم مشان ما يكون معجن معاكم. كتير هو روعة، وهذه الطريقة أنا بنصح فيها أكثر من الطريقة هذه. هذه الطريقة فيها مكونات أكثر، بتاخد وقت أكثر، ولكن بالكوب طريقة أسرع كتير، وهذا أيضا كتير روعة ولكن بياخد وقت أكثر. ممكن نوضع جبنة أو خضار حسب ذوقكم. وإذا أنتم بدكم مثل هيك وصفات للدايت وللكيتو دايت اكتبوا لي تحت بالتعليقات، لأنه رأيكم كثير بهمني. في أمان الله.